خلينا نبدأ كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإدارية لتغير المناخ في مدينة دبي، واللي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية. السيد الرئيس جدد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، موجها العالم لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات العربية المتحدة لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمين وقادرين، بأن الله يمكن أن يساعدنا جميعا بإنقاذ وحماية كوكب الأرض. أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، السادة رؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي الوزراء، السيدات والسادة، يسعدني أن أستهل كلمتي بتهنئة دولة الإمارات الشقيقة على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، مشيدا بحسن التنظيم ومؤكدا ثقتي الكاملة في قدرة دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة. إن مؤتمرنا اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية، هو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسؤولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة. وتدرك مصر في ضوء رئاستها للمؤتمر الماضي بشرم الشيخ وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز قدرتنا على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة وكوارث تتجاوز قدرة الدول خاصة النامية منها على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية. السادة الحضور، إن مسؤولياتنا كقادة المجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وطموحون في إجراءاتنا وفي تنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقاً لقدرات كل دولة وحجم مسؤولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية. لذا فمن المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف. ولقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات. كما مهدنا الطريق أمام التوصل إلى هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية. في هذا الإطار اسمحوا لي أن أعرب عن تقديري لكم جميعاً في ضوء ما شاهدناه خلال هذا العام من نتائج، سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن التوصل إلى توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة، إلا أن نجاح هذه الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفقاً عليها حول تطوير كافة عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل أو مؤسسات تقييم أو قطاع خاص. السيدات والسادة، إننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف
هو أمر ممكن إذا عملنا معا بروح التعاون والمشاركة. ولذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة. وأنني أتطلع لأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية. وفي الختام أجدد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، ووجه نداء عالميا لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات الشقيقة لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم إننا عازمون بل وقادرون بإذن الله على إنقاذ وحماية كوكب الأرض، موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل. شكرا جزيلا لحسن انتباهكم. شكرا جزيلا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى برئيس وزراء المملكة المتحدة ريتشي سوناك على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى في دبي مع السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. السيد الرئيس ورئيس الوزراء الياباني عقد جلسة مباحثات موسعة أكد خلالها على أهمية ما تحظى به اليابان وحضارتها العريقة من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدبي السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس ورئيس الوزراء الياباني عقدا جلسة مباحثات موسعة أكد خلالها السيد الرئيس على ما تحظى به اليابان وحضارتها العريقة من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، ومن ثم حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة والثقافة. من جانبه أشار السيد كيشيدا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة، مشيدا بما حققته مصر على الصعيد التنموي لا سيما في إطار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما ساهم في تحفيز الشركات اليابانية على مضاعفة نشاطها في مصر. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وتناول اللقاء أيضا متابعة التباحث بخصوص التصعيد في قطاع غزة. واستعرض أيضا الرئيس رؤية مصر بشأن ضرورة وقف إطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، واتفق على أهمية العملية السياسية لتسوية القضية الفلسطينية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز السعود
داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.